السلام عليكم. وكالة: خمس طائرات إيرانية محملة بالمتفجرات تقصف قوات أمريكية في سوريا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. رجح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قيام إيران بالتخطيط للهجوم الذي استهدف قاعدة قوات التحالف الدولي في التنف بسوريا الأسبوع الماضي. وقال المسؤول الذي تحدث مع وكالة أسوشيتد بريس أن الهجوم نفذته طائرات إيرانية لكنها لم تنطلق من إيران، مشيرا إلى أن طهران سهلت تنفيذ الهجوم. وقال المسؤول إن خمس طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات ضربت الجانب الذي يحوي قوات أمريكية ومقاتلين من المعارضة السورية في قاعدة التنف العسكرية. وكانت مصادر خاصة لوكالة سبوتنيك قالت إن طائرات مسيرة مدخرة مجهولة هاجمت القاعدة الأمريكية اللاشرعية للجيش الأمريكي شرقي سوريا. وأكدت المصادر أن الطائرات استهدفت بأربع صواريخ القاعدة الأمريكية اللاشرعية المتواجدة في منطقة التنف عند المثلث السوري العراقي الأردني والمعروفة بمنطقة 55 كيلومترا، مشيرة إلى أن أصوات المتفجرات والانفجارات سمعت بوضوح على مسافة بعيدة في عمق البادية السورية. وتابعت المصادر أن النيران اندلعت داخل القاعدة كما في أحد المواقع القريبة من القاعدة والتي يشغلها مسلحون موالين للجيش الأمريكي، مؤكدة أن المنطقة شهدت تحليقا للطائرات المسيرة بالتزامن مع القصف الصاروخي من دون أي تفاصيل عن مشاركتها في القصف. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.